لو اتكلم على السيفتي بتاعت الالترا ساوند، لا الالترا ساوند الحقيقه بنتكلم على ان هي يعني لها تاثيرات يعني قليله جدا على الجسم الحقيقه. يعني بنتكلم على ان حاليا حتى الان مفيش اي دليل يعني مثبت ان في مشاكل بالنسبه للدياجنوستيك الترا ساوند في الانسان. يعني ما حصلش ان في حاله مثلا قالوا ان هي اتصورت بالالترا ساوند وحصل لها كومبليكيشنز، ما فيش حاجه عندنا حتى الان كافيدنس لحاجه زي كده. اوكي، وبالتالي هي الايمج موداليتي الوحيده اللي مسموح لها تصور الاطفال الاجنه، ودي طبعا يعني ما اقدرش اصور باي تكنيك تاني الحقيقه، يعني ما اقدرش اتابع الحمل مثلا باي حاجه غير الالترا ساوند. فطبعا احنا عندنا عموما لو بنتكلم على الالترا ساوند كويف ممكن يبقى لها حاجتين، ممكن يبقى لها تو افكتس، ممكن يبقى لها ميكانيكال افكت، ممكن يبقى لها ثيرمال افكت. ميكانيكال افكت معناها ان دلوقتي عامه الالترا ساوند ويف از ميكانيكال ويف بتنتقل عن طريق ان يبقى في عندي فايبريشن للبارتكلز الموجوده في الفيلد، والفايبريشن دي هي اللي بتسمح للويف انها تعدي. فالميكانيكال فايبريشنز دي هل ممكن تعمل تاثيرات داخل الجسم؟ لا الحقيقه يعني هي يعني ثيوريتيكالي ممكن، بس يعني براكتيكالي بتبقى قليله جدا جدا جدا. في بعض الاحيان في الثيرابيوتيك ابلكيشن بتاعت الالترا ساوند ممكن نعلى جامد جدا بالانتنسي بتاعت الالترا ساوند، نعمل حاجه بنسميها كافيتيشن. كافيتيشن ده بنكرييت بابلز داخل التيشوز، والبابلز دي لما بتبرست، لما بيحصل لها انفجار بتعمل دامج للحاجات اللي حواليها. وممكن اكشوالي بعض الابلكيشنز برضو في الـ حاجه بنسميها الشوك ويف ليثوتريبسي، تفتيت الحصوات بالالترا ساوند، هنا بنستعمل فيها الميكانيكال افكت بتاع الالترا ساوند. بالنسبه للتصوير بالالترا ساوند لا، الميكانيكال افكت قليل جدا جدا جدا، لان الانتنسيتي بتبقى اقل بكتير جدا من الحاجات اللي بتستعمل في الثيرابيوتيك ابلكيشنز. بالنسبه للثيرمال افكتس نفس الكلام، احنا بنتكلم طالما في حاجه بتتحرك بيبقى في عندنا فريكشن، الفريكشن اللي هو الاحتكاك بيسبب حراره، وبالتالي ممكن يحصل ارتفاع درجه الحراره داخل الجسم. ده الحقيقه ده ممكن يبقى موجود، وعشان كده الحقيقه يعني يفضل ان احنا لما نيجي نستعمل الترا ساوند يبقى في عندنا حاجه يعني كابروتش كده عامه، ان احنا نستعملها as low as reasonably achievable، يعني نستعمل انتنسيتي قليله جدا لوقت قليل جدا علشان نصور الحاجه اللي احنا عايزين نصور. يعني نستعمل الباور اللي احنا بنستعملها في الالترا ساوند تبقى اقل حاجه ممكن استعملها، وما اطولش في السكان، وطبعا ما اعملش سكان غير لما اعمل حاجه تبقى ريكوايرد. ما ينفعش مثلا ان انا والله اقول ده انا في عندي جهاز الترا ساوند اتصور بيه، يعني ما فيش حاجه اسمها كده، يعني ما استحسنش. وخاصه مثلا بالنسبه لموضوع الحمل، مثلا الحمل احنا بنتكلم على الترا ساوند سيف، بس سيف في الحاجات اللي هي يعني انفستيجيتيف، يعني بمعنى لما الطبيب يكون عايز يطمئن مثلا على حاله الجنين بيصور في وقت قليل وخلاص وذاتس ات. ما ينفعش مثلا اروح اتصور عشان عايز اتصور، ما ينفعش انها تكون كده، هتبقى برضو بيبقى فيه يعني ما نضمنش الكومبليكيشنز ممكن تكون ايه. فالحقيقه البيسك كونسبت بتاع السيفتي هو الالارا برنسبل. هو الالارا برنسبل نفسه الحقيقه موجود في تقريبا كل الايمج موداليتيز، يعني بمعنى احنا بنعرض الجسم سواء للاشعه او للالترا ساوند او وات ايفر يعني بالطريقه اللي تسمح لنا احنا ناخد الصوره اللي احنا محتاجين عشان نشخص بشكل سليم، وفي نفس الوقت يبقى بنعمل يعني بنقتصد في الانتنسيتي بتاعت الالترا ساوند، ونقتصد في الوقت بتاع السكاننج علشان ما يبقاش في اي possible effects ممكن تحصل داخل الجسم. لو نتكلم على limitations basically احنا عندنا الحاجه الاساسيه اللي موجوده في الالترا ساوند هي limitation الاساسي في الالترا ساوند inability to image tissues mass by air or bone. يعني اي حاجه فيها يعني ميس ماتش في الاكوستيك امبيدنس زي الاير او البون، زي مثلا لو في عندي حصوات مثلا ما بقدرش اشوف اي حاجه بعديها. يعني على سبيل المثال لو انا ببص مثلا على البيشنت، مثلا على صدر البيشنت، مثلا الصدر مثلا هتلاقي ان في عندنا هنا ريبس. الريبس وانس ان احنا جينا عند المنطقه اللي فيها الريبس خلاص اي حاجه بعد كده مش هنشوفها. دخلنا بعد كده جوه شويه بقى في عندنا اللانجز، اول ما دخلنا برضه الانترفيس مع اللانجز اللي هو فيه اير برضه ما بقاش نشوف اي حاجه خالص. لو عندي مثلا بصور حاجه في مثلا في الجسم مثلا وكان في حصوه موجوده، في حصوات موجوده، اي حاجه بعد الحصوات ما اقدرش اشوفها، لان هنا لما بيكون في حصوات الالترا ساوند بتجيت ريفلكتد كومبليتلي اولموست 99.9% من عند الحصوات، فبالتالي ما فيش حاجه بتدخل، فاكنها بالظبط زي ما اكني بعرض ضوء
على حاجه معينه، على يعني على يعني حاجه مصمته. الحاجه يعني المكان اللي بعد الحاجه المصمته دي بيبقى فيه دي شادو، بيبقى فيه عندي يعني هنا برضه بسميها شادوينج اكشوالي. فبالتالي الشادوينج ده بيمنعني ان انا اشوف اي حاجه بعد كده، لان مفيش الترا ساوند بيدخل عشان يجيب لي ريفلكشنز من المناطق اللي بعد السون. الحقيقه برضو واحده من المشاكل المهمه اللي موجوده هي الجيومتريك ان اكيورسي. يعني الالترا ساوند الحقيقه نتيجه ان شكل البيم بتاعنا ما هوش ايديال، القياسات اللي بتطلع فيه ما هياش يعني ما هياش بنفس دقه الموداليتيز الثانيه، مثلا زي السي تي فور اكزامبل. لو انا بقيس حاجه من على السي تي او بقيس حاجه حتى من على البلين اكس راي، الحقيقه بتبقى دقتها اعلى بكتير جدا من الالترا ساوند. بس الالترا ساوند الحقيقه مزاياه اكتر بكتير جدا من العيب دوت، يعني بمعنى ان احنا ممكن نجيب قياسات يعني تقريبيه مش يعني تقدر تسمح لها ان احنا نقدر نشخص برضه. بس احنا لما نكون عايزين نقيس حاجه بدقه ما بنستعملش الالترا ساوند الحقيقه. واحده من المشاكل برضه في الالترا ساوند اللي لسه حتى الان الناس بتحاول تلاقي لها حلول هي التصوير في الاشخاص اللي هم يعني عندهم بدانه، الاوبيس بيشنتس. يعني لو احنا مثلا بصينا على الصورتين دول، مثلا دول صورتين ابدومينال ايمجينج. الصوره الاولانيه هنا، الصوره الاولانيه هنا شخص يعني 250 باوند، يعني بنتكلم مثلا على يعني وزنه مثلا 130 كيلو مثلا او حاجه زي كده. بنتكلم هنا على شخص مثلا يعني الوزن بتاعه تقريبا يعني 150، يعني بنتكلم على حاجه مثلا 75 ولا حاجه زي كده يعني تقريبا يعني. فبنتكلم على يعني في فرق كبير في الوزن بين الاثنين. لما يكون في عندي المنطقه الاولانيه بيبقى فيها يعني فات لاير كبيره شويه، بتعمل مشاكل للفوكسنج بتاع الالترا ساوند، فبالتالي ما بقدرش اشوف الحاجات اللي انا عايز اشوفها داخل الجسم. يعني بدل ما بعمل انا بعمل فوكسنج زي ما احنا شفنا، بنأسيوم سرعه الالترا ساوند ان هي حاجه معينه. لما بيبقى في اختلاف كبير في الانسجه عن السرعه دي، يبقى معنى كده كل الحسابات الفوكسنج اللي انا عملتها هتطلع مش دقيقه، وبالتالي بيبقى كل الحاجه يعني كل الالترا سونيك بيمز كلها ما هياش فوكس. لو مش فوكس بيطلع لنا حاجه زي ما احنا شايفين كده ما فيهاش اي دايجنوستيك انفورميشن خالص. فحتى الان عندنا مشاكل في الجزء دوت، وفي بعض التكنولوجي ذات ناس تطورها، بس لسه الحقيقه برضو تعتبر واحده من الليميتيشنز في التكنولوجي بتاعت الالترا سونيك.